أعزائي مشاهدي اليوم السابع، إحنا موجودين دلوقتي قدام توك توك الأحلام. واحد هيقول لي يعني إيه توك توك الأحلام؟ أقول له توك توك بيمشي بالكهرباء، مش بس كده بيمشي كمان أوتوماتيكي، أوتوماتيك مش مانوال. ده حقيقي فعلا موجود هنا في أبو زعبل، واللي هيشرح لنا قصته الباشمهندس محمد الصوام. إزاي يبقى في توك توك بيمشي بالإيه؟ بالكهرباء وكمان أوتوماتيك. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشا حضرتك؟ ده التوك توك اللي بيمشي بالكهرباء؟ اه بالظبط. وبيمشي كمان اوتوماتيك؟ بفتيس اوتوماتيك. بفتيس اوتوماتيك؟ اوتوماتيك جير بوكس اوتوماتيك. ده تمام؟ التغيير اللي انت عملته فيه؟ ده احنا عملنا طقم تحويل يحول التوك توك اللي هو بيشتغل بالبنزين لكهرباء، عن طريق ان احنا بنشيل كل المنظومه بتاعت الموتور اللي بيشتغل بالبنزين، تمام، ونحط منظومه كهربائيه كامله عباره عن موتور بجير بوكس ثلاث سرعات بسيستم كامل ببدلز بتتغير كمان بسبورت مود، وفيها دي والبي والار زي العربيه بالظبط، زي العربيه بالظبط بالظبط. بالظبط. طيب انت دلوقتي عملت الموضوع ده ليه اساسا؟ والله انا كنت في الصين بحكم شغلي، يعني ان انا مستورد اصلا، واكتشفت ان معظم الحاجات اللي بتشتغل بعجلتين او ثلاث عجلات هناك بتشتغل بالكهرباء، تمام. فقلت ليه ما نحاولش ان احنا نعمل طاقم تحويل، نحول التوك توك الموجود عندنا لكهرباء. فتواصلت مع شركه صينيه هناك متخصصه في السوفت وير بتاعت المحركات الكهربائيه او العربيات الكهربائيه او المركبات الكهربائيه تحديدا، اللي هي الالكتريكال فيكلز دي، وعرضت عليهم الموضوع وعجبتهم الفكره جدا، وصدرت لهم توك توك موديل 2020. وديت لهم توك توك اشتريت توك توك هنا موديل 2020، موديل 2020 بعته الصين عشان يعملوا على نفس الشاسيه وعلى نفس الاجزاء بتاعت التوك توك، والتجربه كمان تتم هناك باريحيه عشان لو في تعديل لو في اي حاجه يبقى موجود عندهم زي فار تجارب كده بالظبط. طب يا باشمهندس، احنا سمعنا كلام حلو قوي وتوك توك الاحلام وبيمشي بالبنزين، كل ده نظري، تمام. احنا دلوقتي عايزين نشوف عملي. العمل يا باشا بتاعه، تعالى اوري حضرتك كده. زي ما احنا شايفين التوك توك هو من ورا في بطاريه، دي بطاريات جيل، دي بس عشان البطاريات اللي لسه مايرون لسه ما جاتش، تمام. فدي بطاريات بس للتجارب. البطاريات اللي هتبقى جايه هتبقى عباره عن بلوكتين، بطاريتين لسه مايرون، تمام. كل واحده هتبقى 45 امبير مع الاثنين مع بعض يدونا 90 امبير. دي هتمشيه بالكهرباء، هيتشحن مده الشحن بتاعه البطاريات 3 ساعات، بتمشيه 100 كيلو متر بتكلفة كهرباء 7 جنيه. 7 جنيه لكل 100 كيلو متر. لكل 100 كيلو متر. 7 جنيه لكل 100 كيلو متر. 100 كيلو متر بالكهرباء. بالكهرباء. توك توك بالكهرباء. وهيبقى على السيستم ده ضمان سنتين، تمام؟ ضد أي مشاكل في التصنيع، تمام؟ البطاريات بقى اللي لسه ايرون دي بتتشحن من 1500 ل 2000 مرة. 1500 ل 2000 مرة. وما بيحصلهاش إن هي تبوظ، هي بس كفاءتها بتقل. زي البطاريات، نفس تكنولوجيا البطاريات بتاعه الموبايل بالظبط. طيب اللي هو اللي برضو توريني حاجه من تحت برضو. ده الكنترول بتاعه، ده الحاجه اسمها دي سي كونفرتر عشان يظبط الفولت يبقى طالع منتظم، تمام. وعندنا هنا الموتور والجير بوكس والدراعات بتاعته، تمام معانا كمان. بعد كده هنيجي لقدام، نيجي بقى للفتيس الاوتوماتيك. فتيس اوتوماتيك داخل الايه؟ التوك توك. ده كده انا دورت كده التوك توك، تمام. ده هو بيديني الارم لان انا عامل البدل بتاعه على الاس، تمام. لو جبت هنا على البي هو مش هيتحرك طول ما هو لازم يبقى على البي بالاول، فكده الالارم راح. دي شاشه وثائقيه بيبقى فيها عدد الكيلومترات اللي مشيها التوك توك، بيبقى فيها السرعه بتاعت التوك توك قد ايه، بيبقى عليها برضه لو انا جبته على الدي، لو جبته على السبورت مود في سبورت مود كمان، تمام. ولو جبته على الار برضه بيديني هنا، تمام. في اي اعطال، في اي مشاكل بتحصل في التوك توك بيبان لنا هنا الارم. الالارم ده بنعرف منه المشكله ايه بالظبط، تمام. في برضه نسبه الشحن بتاعت البطاريه وتمشيه قد ايه كمان. كل ده في التوك توك؟ كل ده في التوك توك، تمام. طيب وفي سماعه بلوتوث. سماعه بلوتوث دي بتتوصل في وصله شاحن USB الشاحن هنا، شاحن الموبايل ده بقى عربيه، تمام. ايوه وكمان في بقى هنعمل عاملين نظام سيستم GPS
تمام ان احنا نقدر نراقب. طب معلش بقى يا باشمهندس قبل ما نعمل الجي بي اس وتشرح لي دلوقتي انا كمشاهد دلوقتي بتفرج على الايه على التوك توك اللي هيبقى بالكهرباء وهيبقى فيه فيتيس اوتوماتيك يعني ده هيعود علينا ايه بالنفع؟ هيعود علينا الناس بالنفع اصحاب التكاتك. معلش برضو احنا بنتكلم ان التكاتك داخله في مرحله دلوقتي ان هي ممكن تخش في التخريج او في الاحلال ان احنا نغير التكاتك خالص في البلد تبقى عربيات ايه فان والدوله ماشيه في هذا الايه الاطار كنوع من انواع التطوير. فانت دلوقتي بتجيب لي فكره جديده بتقول انا هحول التوك توك لايه؟ توك توك كهربائي وكمان اوتوماتيك. طب ايه الفايده؟ الفايدة نعرف الناس الفايدة حضرتك ان طبعا هيبقى في توفير جامد جدا في الاستهلاك تمام. احنا عندنا يعني حسب التقارير القديمه كان المفروض في 3 مليون توك توك بيستهلكوا بحوالي 5 مليار دولار سنويا بنزين 5.5 مليار دولار سنويا بنزين 5.5 مليار بمعدل استهلاك يومي 10 لتر لكل توك توك تمام. ده لو التوك توك شغال تو شيفتس شغال ورديتين متواصل بيشتغل حوالي بيشتغل بي بي بيستهلك حوالي 10 لتر غير طبعا الزيت بتاعه غير العمارات اللي بتتعمل غير قطع الغيار المستهلكه كل كلام العبء ده كله هيتشال من عليه ومش هيبقى بس عنده غير ان هو هيشحن التوك توك بفيشه البيت العادي بكهرباء 220 فولت عادي. وهنوفر قد ايه على التوك توك؟ هنوفر قد ايه استهلاك الكهرباء لل 3 مليون توك توك سنويا حوالي نص مليار دولار يعني احنا هنوفر صافي 5 مليار دولار سنويا للدوله من 3 مليون توك توك. ده لو حولنا التوك توك لايه؟ للكهرباء. اه بالظبط كده. طيب ايه تاني هيتوفر برضو للدوله لو احنا حولنا لايه التوك توك لكهربائي؟ في كذا موضوع الاحلال. موضوع الاحلال بقى في فكره ان انت مثلا بدل ما احنا نخرج التوك توك ويبقى طبعا تكلفه وعبء على الدوله لان هي هتضطر ان هي تدي لسواق التوك توك ده هتقيم له التوك توك اقل تقييم ليه هيبقى بحوالي 15000 جنيه من 15 ل 20000 جنيه دي المعلومات اللي عندي زي العربيات اللي بتقول في التخريج وتخش في الاحلال هيبقى ليه قيمه هيبقى ليه قيمه قيمه التخريج اصلا التوك توك كخرده ما يعملش حوالي 2000 جنيه فالدوله كده هتتحمل عبء الفرق ده فاحنا ممكن نخلي بدل ما الدوله تخرده ان احنا ناخد التكاتك دي ونحولها كهرباء ونعمل لها اعاده تعمل زي مبادره او اعاده تدوير تاني ونعمل له مثلا لو هو لونه اسمر مثلا ممكن نخليه لونه اخضر عشان يبقى يعني متناسق مع البيئه عشان نفهم الناس برضو اللي بتتابعنا اللي انا فهمته دلوقتي من الكلام ان انت عايز توفر بس على الدوله مش بس البنزين اللي بياخده التوك توك لان انت هتوفر كمان في مرحله الاحلال قيمه التخريج كمان والتخريج قيمه التخريج يعني بدل ما صاحب التوك توك هياخد 15000 جنيه مثلا او 10000 جنيه لا انا ممكن الفرق المبلغ دوت واخد التوك توك منه واحوله انا الخرده ب 2000 جنيه بالزبط. يبقى انا وفرت على الاقل 8000 جنيه كمان على الايه على للدوله وده طبعا هيتحول لرقم كبير 13000 جنيه على الاقل على الاقل طبعا في 3 مليون توك توك بارقام يعني طبعا بارقام مليارات بالظبط كده يعني دي فكره عامه موجزه للايه للموضوع وممكن بقى ندهنه اخضر نخلي شكله اخضر عشان يبقى متناسق مع البيئه لان الدوله عندها مشكله مع شكل التوك توك نفسه فاحنا ممكن نضيف عليه شويه اضافات ان احنا ممكن نخليه يدهن بلون اخضر بشكله احسن لو مقفول بيبان مثلا ممكن كده كده في بيبان ممكن تتركب له يبقى مقفول ومحكوم. طب تيجي بقى للمرحله بقى المهمه والسؤال اللي كل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي اكيد هيسالوا انت بقى عشان تحوله الاوتوماتيك وتحوله الكهرباء هيتكلف كام؟ هيتكلف كام؟ بص بقى التكلفه وقول لهم بالظبط ده التكلفه بتاعته التكلفه اساسا مبنيه على الكميات او الاعداد تمام فكل ما الاعداد هتزيد كل ما التكلفه هتقل بس التكلفه المبدئيه دلوقتي للبطاريات بس حوالي 20000 جنيه تمام لان البطاريات اللي لسه مايرون دي اصلا غاليه جدا لان العدد المصانع اللي شغال عليها بتنتجها في العالم قليله فبالتالي الكوست بتاعتها عاليه تكلفتها عاليه تمام اما بالنسبه للطقم نفسه كامل برضه هيبقى في حدود حوالي 20000 جنيه تمام ده ليه برضه ده عشان متضاف عليه شحن متضاف عليه جمارك متضاف عليه ضرايب متضاف عليه مصاريف واخد بال حضرتك فلو الدوله قدرت تدعمنا ان احنا مثلا ناخد زيرو جمارك باعتبار ان المنظومه دي منظومه كهربائيه واحنا عندنا اصلا في الجمارك ان العربيات الكهرباء او اي حاجه كهرباء بتاخد زيرو جمارك لو قدرنا ناخد زيرو جمارك لو قدرنا ناخد اعفاء ضريبي او الدوله ادت اعفاء ضريبي للموضوع ال 20000 دول هيوصلوا لحوالي 12000 جنيه واخد بال حضرتك 12000 جنيه نحول التوك توك بس ده بعد دعم الدوله ده بعد دعم الدوله لو دخلنا في الموضوع كمبادره وان الدوله نفسها انا عندي استعداد ان انا اخلي الدوله نفسها تتبنى الموضوع ده الطرح بتاعك ده الطرح بتاعي انا ما عنديش مشكله الدوله المبالغ دي كلها بالزبط. من خلال ان انت تخلي التوك توك طبعا بطاقه نظيفه البطاريات بتاعته اللايف تايم بتاعها ممكن يوصل من 3 سنين ونص لاربع سنين فهو وفي حاجه تانية كمان للبطاريات البطاريات ممكن تتاجر
كمان يعني انا مثلا جديد. ان انا مثلا ما اخليش مثلا سواق توك توك يشتري البطاريات، ياجرها مثلا بالشحنه. الشحنه مثلا تكلفه كهربا حوالي 7 جنيه بالشرايح الجديده بتاعه الكهرباء، حوالي 7 جنيه كهرباء للشحنه الواحده. فممكن ده يبقى مشروع برضو لحد مثلا عايز يستثمر فلوسه، ممكن يجيب مثلا 20 بطاريه 40 بطاريه وياخد محل ويحط نحط له فيها كابينه يعني شحن، يشغل ناس ثانيه برضو على نحط له فيها كابينه شحن ومثلا ممكن يطلع البطاريه بحوالي 25 جنيه 20 جنيه على حسب يحقق منها نسبه ربح معقوله. نخش بقى في اهم نقطه انت قلت لي عليها برضو قبل التسجيل، واعتقد دي اهم حاجه، يمكن اهم من اللي احنا عملناه كله في التوك توك دوت، ان انت ازاي تراقب التوك توك وتبقى عارف كل واحد شغال على التوك توك ده رايح منين وجاي منين. جي بي اس، هنشتري سيرفر كبير تمام، هنحط عليه كل الداتا بتاعت كل التكاتك المتحوله، كل موتور هيبقى ليه رقم، هيبقى متحدد التوك توك ده رايح فين وجاي منين، اللي لو حتى واقف في جراج موجود فين، لو كل هيبقى تتبع كامل ليه، وسائل الامان كامله، وسائل الامان كامله، بحيث ان اللي راكب نفسه التوك توك ك ك ك, ك كعميل او زبون يعني او كوثائق في امان. ليه؟ لان انا هحط سكرين، هحط شاشه، هحط يعني احنا الدوله بس تتعاون مع الدوله، تتعامل مع الدوله ان كل مركز شرطه هنحط شاشه يبقى باين عليها كل التكاتك رايحه فين وجايه منين ورقم التوك توك ده كام وبيانات اللي صاحب التوك توك ده مين. السيستم ده موجود عندك يا باشمهندس؟ يعني انت اصلا عامل دراسه عليه؟ يا فندم موجود كل الكلام ده كله. طبعا انا كل الكلام اللي بقول لحضرتك ده هيتطبق، يعني بس محتاجين دعم من الدوله في حاجه زي كده، لان ده هيحتاج تدخل من وزاره الداخليه اكيد طبعا، يعني اكيد هيئات كتير جدا لو ان شاء الله مشينا في في التحويل دوت، او يبقى في مبادره للموضوع دوت، اكيد كل الدوله هتدعم الايه، هتدعم الحاجه الافضل، والشركه كمان افاده للناس طبعا، والشركه كمان عندها استعداد انها تعمل كباين شحن هنا كمحطات شحن كمان وبدعم كامل منها، مع زيادة الأعداد لحد معين هيبقى في تطوير، إن احنا هنحط ألواح طاقة شمسية فوق التوك توك هنا، بحيث إن بالراحة عليا يا باشمهندس، يعني أنت دلوقتي خليته أوتوماتيك وكمان خليته يمشي بالإيه؟ بالكهرباء. بالكهرباء يعني إيه بقى موضوع الطاقة النظيفة من فوق كمان؟ هنحط ألواح طاقة شمسية هنا. يا باشا احنا أوريدي متعاقدين مع شركة، بس لما نوصل لعدد معين تمام هيبقى في ألواح شمسية هنا تتحط فوق التوك توك، بحيث إن تكلفة المشي كلها بتاعة التوك توك بقت صفر. يعني كده اللي بيسوق التوك توك مش هيكلف حاجة تقريباً ولا أي حاجة، وعليه حاجة. السيستم نفسه كمان ككومبوننتس كأجزاء، موتور، فتيس، كل الكنترول بتاعه، الكلام ده كله عليه ضمان سنتين. طيب. 24 شهر. في حاجة برضو يعني أنا عرفتها، إن وزن التوك توك هيزيد؟ لا مش هيزيد خالص، لا لا لا، هو هيتحمل اكتر، هو بالعكس ده هو القوه بتاعته اصلا اقوى من التوك توك اللي موجود بكتير جدا، بيشيل لحد 500 كيلو جرام اللي هو نص طن تمام، وبيطلع مطالع بمنحدرات مختلفه، لان احنا اساسا قعدنا نجرب الموضوع ده كتير جدا بره، عشان طبعا الكره عندنا فيها طرق مش ممهده، فبالتالي ان احنا بنخلي التوك توك ده قادر يخش اي منطقه واي مكان بكامل قوته بفول لود بتاعه، ان هو يركب 3 4 زي ما هو عاوز. طب يا باشمهندس برضو انا عرفت منك قبل التسجيل ان انت ابتديت بالفعل تخاطب جهات رسميه في الدوله، أنا زي برنامج تحديث الصناعه، وبعت لهم برضو ان انت هتعرض فكرتك هناك، يعني برضو تقول لي ايه اللي حصل. انا رحت لوزاره التجاره والصناعه، دخلت جميل. مكتب السكرتاريه، عرضت عليهم الامر، الموضوع عجبهم جدا. جميل. بالظبط يومين او 3 ايام بالظبط لقيت ناس من مركز تحديث الصناعه كلمتني، تعالى عايزين نقعد نشوف الموضوع ايه، رحت وقعدت معاهم وعجبهم الموضوع جدا جدا برضو، والمفروض ان في يعني بتتواصل معاهم يعني بتواصل معاهم، لاخر اخر مره التواصل معاهم كان ان هم هيجوا يعملوا برضو زياره زي اللي حضرتك عملتها كده، ويشوفوا التوك توك وهو ماشي وكل حاجه فيه، وان ازاي بقى برضو يخش في منظومه الاحلال، ان احنا انا عرضت عليهم ان احنا هنساعد بكل شتى الطرق، الموضوع مش غرضه ربح على قد ما غرضه ان احنا ندعم الدوله ونساعدها في عمليه الاحلال للطاقه النظيفه عموما. هي مش بس الطاقه النظيفه طبعا، احنا بنتكلم عن مشاكل كتير وسلبيات للتوك توك، اي صداع التوك توك مسببه للناس احنا عملنا له حل جذري. يعني عمليه الامان احنا بقيت التوك توك متراقب،
معروف رايح فين وجاي منين وكل حاجه. ده مهم جدا. موضوع البيئه مفيش طبعا لاي عوادم او اي حاجه من دي. وبالنسبه للضوضاء مفيش اي صوت للتوك توك بعد والتجربه برضو هتوضح كل الكلام ده. تمام. احنا اتكلمنا كتير، عايزين بقى نشوف التوك توك اللي ما بيطلعش الصوت دوت ويمشي اوتوماتيك وبيعمل كل اللي انت بتتكلم فيه، يعني نشوف كده مع الناس. تعالى مصطفى. ممكن باشمهندس مصطفى. انا عرفت طبعا برضو ان في مجموعه من الشباب مهندسين زمايلك معايا، المهندس محمد قائمين بالموضوع. المهندس محمد هو اللي قائم بال اللي بيصورنا دلوقتي ده. جميل. شريكي في الموضوع. انتوا مجموعه من الشباب متكامله حابين تعملوا الموضوع وغامرتوا عشان تطلعوا حاجه جديده تدعم الايه؟ تدعم الدوله ودعم المجتمع ودعم الناس كلها. بالظبط. طيب احنا هنشوف دلوقتي التوك توك. ماشي. ونقرب ونعرف ممكن يعني ابقى قاعد معاك ولا ما ينفعش؟ اقعد اتفضل. ماشي. ممكن تركب مع محمد. طب المايكروفون ده. زي ما احنا شايفين دلوقتي اعزائي المشاهدين لوحه التوك توك الاوتوماتيك. ايه اول حاجه هنعملها يا باشمهندس؟ تقول لي بقى بالتفصيل كده. الدي ايه ده؟ مفيش صوت خالص؟ مش سامع اي موتور ولا اي حاجه يا باشمهندس؟ ولا ليه اي صوت خالص في الهندسه؟ مفيش اي صوت. ده الدي. الار فين؟ برضه نوسع برضه ونشوف. الار بيرجع لورا. برضو اعزائي المشاهدين مفيش اي صوت خالص سامعينه للايه؟ للتوك توك. ودي طبعا حاجه يعني فعلا توك توك الاحلام. ده ايه بقى يا باشمهندس؟ ده صوت المرشدين بيدي. يعني صوت الورق بيدي صوت اللي هو راجع. بيدي صوت ان هو راجع. ممكن تطلع بقى قدام مره. نجري بيه السرعه. خليها بالسبورت مود. السرعه. سبورت السرعه. توك توك سريع واحنا ماشيين بيه دلوقتي مفيش اي صوت فعلا للايه؟ للتوك توك. نلف يا باشمهندس. جميل. زي ما احنا شايفين الشاشه قدامنا. برضه مفيش اي صوت خالص للايه؟ لان يعتبر مفيش موتور بقى يا باشمهندس خلاص. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في كهرباء وطاقه نظيفه. ده اقصى سرعه ليه دلوقتي قلنا كام يا باشمهندس؟ اقصى سرعه ليه 55 وتقل اكتر من كده. ايه ده ممكن يبقى اكبر من كده كمان؟ ممكن اكتر من كده. زي ما شفنا دلوقتي اعزائي المشاهدين التوك توك او توك توك الاحلام مفيش اي صوت خالص للموتور. التوك توك زي ما احنا شايفين اوتوماتيك وفي شاشه كمان ليه موجوده زي العربيات الاوتوماتيك. باشمهندس يعني برضو تكلمنا تاني برضو عن التوك توك وتقول لنا يعني انت احلامك وطموحاتك تبقى ايه الفتره اللي جايه للمشروع اللي انت بتحلم بيه دوت؟ المشروع اللي انا بحلم بيه ان انا
تطبقها على التوك توك على اساس العدد الاكبر، العدد الاكبر من المركبات من التوك توك موجود في مصر، او اكتر حاجه عامله صداع يعني للناس، وده طبقناه على التوك توك على اساس ان هو حاجه محكومه شويه اقدر اشتغل عليها كبدايه، واخد بال حضرتك؟ اقدر اشتغل عليها كبدايه. اللي انت قلت لي انه في ساعه واحده بس ممكن ساعة يشيل واحدة بس السيستم كله ويتحط سيستم كامل الحاجات الميكانيكيه ونحط الايه والاجزاء ضفيره الكهرباء نفسها بتاعه التوك توك بعد ان شاء الله واحنا بنحوله، احنا هيبقى عندنا ضفيره واحده هتشتغل على كل الموديلات من اول 2006 لحد 2021. طيب اسمح لي بقى اقول لك، اتفضل. في المستقبل بتحلم فعلا انت تعمل عربيه كهربائيه طبعا مصر. متطور لدرجه ان احنا هنحتاج ان احنا ندعم الموضوع من ان احنا هنحتاج ان احنا نشتغل على الموضوع نفسه، ان احنا نعمل عربيه كهرباء بان احنا معانا شركه سوفت وير. السوفت وير هو الاساس في الموضوع في المنظومه كلها. فانا معايا شركه سوفت وير، السوفت وير ده دي بتديني باور ان انا اقدر اشتغل على اي حاجه، اشتغل على عربيه كهرباء، اشتغل على موتوسيكل كهرباء، شغال على كروسيكل كهرباء. عايز تقول لي ان السوفت وير دوت هو الاساس، هو ده النوها والتكنولوجي اللي احنا لو حصلنا عليه نقدر نعمل بعد كده. الكومبوننتس كلها سهله، الاجزاء نفسها كلها سهله، لكن السوفت وير اللي السوفت وير اللي احنا ده نصممه ده او تصممه ده هو ده الاساس، هو النواه بالظبط كده. السياره كهرباء ومعظم الشركات اصلا بتفشل، معظم الشركات اللي بتشتغل في الالكتريكال فيكلز او المركبات الكهربائيه بتفشل بسبب سوفت وير اكتر ما منه اجزاء او سيلكشن مثلا. عشان فاهم الناس واحد برضه اللي بيتفرجوا علينا يعني باشمهندس في ناس قاعدين برضه اصحاب فرحانين بالتجربه وعايزين يفهموا برضه المشاكل. معظم المشاكل اللي بتواجه كل الشركات اللي بتعمل محركات او مركبات كهربائيه السوفت وير، فاحنا الحمد لله قدرنا نوصل لسوفت وير يخلينا نقدر ان احنا نتحكم في المنظومه كلها دي بيرفكت سيستم. جميل بس، فده هيدينا اريحيه ان احنا لو حبينا نشتغل على عربيه، حبينا نشتغل على موتوسيكل، حبينا نشتغل على توريسيكل حتى اللي هو بينقل بضائع، كل ده هيبقى سهل بالنسبه لي، لان هي بقى الموضوع كله ميكانيكا اكتر. ميكانيكا في طريقه التركيب نفسها وطريقه دمج او نعمل ماتشنج ما بين الكيت اللي هنعمله مع المركبه سواء عربيه او تروسيكل او سؤال برضه يعني الناس برضه بتتابعنا دلوقتي هي محتاجه ترخيص. الترخيص الترخيص دي هتمشي ازاي؟ يعني انا دلوقتي واحد بيتفرج على المنظومه الحلوه دي بشكل جديد صاحب دكتور بيقول لك انا عايز اقابل الباشمهندس وخليه يبص هل ده يعني لازم تبقى عندك تدريس بعد كده؟ انا الطلب من احد الطلبات اللي مقدمها في وزاره التجاره والصناعه ان هي تساعدنا ان احنا ناخد ترخيص للتحويل ده عن طريق اداره الاداره العامه للمرور. تمام؟ الاداره العامه للمرور لو قدرت ان هي تقول لي اوكي على حاجه زي كده، ان الاساس في التوك توك كله رقم الشاسيه. وانا مش هاجي من جنب رقم الشاسيه بتاع التوك توك. رقم شاسيه يعني انا لو انا اشتريت توك توك بين 2020 تمام اللي انا صدرته كان الاساس عندي في الرخصه رقم الشاسيه تمام، ورقم الموتور اللي احنا المفروض هنشيله تمام. رقم الموتور ده كان عباره عن ورقتين كده فيهم ارقام مواتير كتير جدا، وانت نقي بقى منك انت رقم الموتور. انا لما اشتريت توك توك ما كنتش عارف رقم الموتور ايه، واخد بال حضرتك؟ والترخيص تم عن طريق رقم الشاسيه بتاع التوك توك، واخد بال حضرتك؟ فهي كإدارة عامة للمرور أنا رحت لإدارة وحدة المرور بتاعتنا بتاعت الخان كامل وقدمت الموضوع للضابط بتاع المرور تمام، انبسط بيه جدا وقلت له أحط لك شاشة هنا وأشوف الكاتب وكل حاجة، كان مبسوط جدا. قلت له طب أنت كراجل ضابط مرور لو شفت توك توك زي ده في الشارع هتعمل إيه؟ قال لي أنا كمواطن مصري أبقى مبسوط قوي طبعا بحاجة زي كده. قال لي بس كإجراء قانوني أنا ممكن إن أنا يبقى عندي مشاكل معاه تمام؟ فايه الحل؟ قال لي هتروح لاداره الاداره العامه للمرور
6 اكتوبر تمام، هتعرض عليهم الموضوع وانا شايف ان هم هيرحبوا جدا بحاجه زي كده. فانا برضو قدمت طلب لان انا كنت منسق مع وزاره التجاره والصناعه، فانا قدمت الطلب برضو عن طريقهم على اساس يبقى وزاره بتكلم وزاره او من جهه سياديه بتكلم جهه سياديه، مش انا رايح كده لحالي. اه بالظبط كده، وده نامل يعني ان هو يبقى الموضوع يتسهل. يعني احنا دلوقتي يعني فعلا سعداء ان احنا عملنا باشمهندس شاب مصري متفق بيحاول يعمل حاجه يفيد بيها المجتمع، مش بس كده ده بيحل لنا صداع ومشكله كبيره جدا اسمها الايه؟ التوك توك. هاتي يعني اسمع دلوقتي وقول له ربنا يوفقك ان شاء الله التجربه دي ونشوف دعم. وانا شايف طبعا ان في دعم من الحكومه، انت لما رحت لوزاره الصناعه الناس هناك ايه؟ رحبوا بيك وكان الاستقبال كويس جدا الامر وكان الاستجابه ان هم اتكلموا مركز تحت الصناعه في ظرف يومين ثلاثه كنت معاهم. نتمنى نقابلك المره الجايه يا رب. اللهم امين. توك توك الاحلام وتاني مره قبل ما اقفل، توك توك الاحلام هيمشي ايه؟ بالكهرباء واوتوماتيك، ويا رب يطلع الترخيص بتاعه عشان نرتاح بقى شويه من الايه؟ من مشاكل التوك توك. شكرا باشمهندس جدا نسيت. شكرا لحضرتك. ما تنهدتم.